بدعوة من مجلس الاتحاد الروسي زار روسيا وفد من مجلس شورى المملكة. الوفد رأسه معالي ناصر الداوود مسؤول العلاقات الخارجية في مجلس الشورى السعودي. الداوود بحث آخر التطورات في سوريا واليمن مع مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ونائب وزير خارجيته ميخائيل بغدانوف. وأكد الداوود أنه تم بحث مشاكل الساعة في الشرق الأوسط، خاصة مسائل تسوية الأزمتين في سوريا واليمن، وبحث وضع العلاقات العربية الإيرانية. يعني فيما يخص القضية السورية، اختلاف وجهات نظر موجود، وهذا شيء طبيعي بين الدول. وفد المملكة الرسمي تابع لقاءاته مع المسؤولين الروس، والتقى وفدا برلمانيا روسيا ترأسه عضو لجنة العلاقات الخارجية في الدوما أنور محمدوف. وأكد الداوود أن العقد الماضي شهد تطورات في اتصالات الروس مع المملكة. التقينا مع رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما ورئيس لجنة الصداقة السعودية الروسية، وكان لقاءنا وعدد من أعضاء اللجنة، وكان لقاءنا أيضا مثمرا، كانت الصورة واضحة لديهم ولدينا، وتناول الحديث مختلف القضايا التي تهم البلدين. وذكرت وكالات روسية أن بوتين أكد على دعوة خادم الحرمين الشريفين لزيارة روسيا، مشيرة إلى أن الملك سلمان حفظه الله قبل الدعوة، وأن ما تبقى هو تحديد موعد الزيارة. علاقات ممتدة بين موسكو والرياض، توجها مجلس الاتحاد الروسي بدعوته لوفد من مجلس الشورى السعودي الذي التقى نائب وزير الخارجية الروسي باغدانوف ووفد برلماني روسي. رائد الأخبار الإخبارية، موسكو.